مرشح المعارضة الخاسر كمالك ليتشدار أوغلو اعتبرها عملية انتخابية غير عادلة، تم تسخير إمكانيات الدولة للفائز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الرجل الذي أثبت أنه لا الانقلابات الفاشلة ولا التضخم ولا الزلزال ولا انتخابات ديمقراطية قادرة على حرمانه من ولاية ثالثة في حكم تركيا. نسي الأتراك أزمتهم الاقتصادية لليلة واحدة، ليلة غنى فيها الرئيس أردوغان مع مناصريه عقب إعلان فوزه بخمس سنوات أخرى في السلطة، فوز تباينت بشأنه آراء الشارع كما تباينت أصوات الناخبين. أنا أرى خيرا في هذه النتائج إن شاء الله. الموجود ليس تنظيما إرهابيا، بل مرشح انتخبه الشعب لإدارة الدولة. الوعود التي أطلقها الطرف الآخر كانت محفزة لنا كي لا ننتخبهم. قبل فكرة تغيير نظام الحكم، نحن نريد حقوق الأكراد وأن يكون لنا الحق في إبداء الرأي، لذلك دعمنا حزب الشعب الجمهوري. بالعموم أنصار الحزب لم يدعموه بشكل الكافي. الشارع التركي استفاق على نفس المشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة، فرغم مباهات أنصار أردوغان بما قام به من دعم لمكانة بلاده في الخارج ومواقفه المتشددة من الإرهاب، يظل العامل الاقتصادي مؤثراً على الجميع، خاصة مع تراجع الليرة التركية غداة إعلان نتائج الانتخابات. لقد صوتت لأردوغان ليكون هناك استقرار ولتتقدم تركيا إلى مكانات أفضل. الرجل يعمل، يصنع مدافع الطائرات الحربية، يصنع طائرات مروحية، يشق الطرق ويبني المستشفيات، إنه يعمل. مساء أمس كنا سعداء جداً لأن الرئيس فاز. وبالرغم من كل هذه الاحتفالات، تبدو فكرة الوحدة في هذه البلد المستقطب أبعد من أي وقت مضى، فخمسة وعشرون مليون تركي صوتوا ضد أردوغان الذي يدخل فترته الرئاسية الجديدة متمتعاً بسلطات واسعة غير مسبوقة. راوية القاسم، الحدث، إسطنبول. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.